بدي سهرة يرضى عليكم فيها جهد باشا. ما بصير غير مثل ما بدك. بس هيك صار بدي اروح على عند قمر نازلة خانو. ايه روحي. شو علي؟ من عيوني. انا حبيتك يا ليلى ورح تضلي كبيرة الحرم لك. وكيف رضا جهد باشا؟ الله يعين جهد باشا على شغله يا بنتي. من شان هيك لازم نعمل سهرة تفرح له قلبه. بكفي جاية على بيت مقتول صاحبه وكبيرة الحرم لك. اي والله معك حق. لا تنسي ان شاء الله.